صافي هذا هو التل. انظروا على هذا الحصن المنيع. وهذا هو الحاجز السادس بعد تحرير الكتيبة. الحمد لله رب العالمين. فاصل بين العلوي هذا طل قاضي كسر تركيا وكسر فرنسا والحمد لله نحن اجينا اخذناه لانه على حق بعون الله. الله مولانا ولا مولاهم ونعم المولى ونعم النصير. طالعين عليهم على الجبل هلا ابو زنعان. يلا حجي علم تحرير سكرت التل العسكريه الان قوات النظام تقوم بالانتقام من الثوار بقصفهم وباستهداف منازلهم. معنا الان قائد فرقه الفاروق في القصير وقائد ابو محمد الذي كان المسؤول عن تحرير هذه العمليه. قائد ابو محمد بدايه مبارك التحرير سكن عسكريه بالكامل. نعم. استطعتم تحريرها. نعم. كيف تمت هذه العمليه؟ الحمد لله رب العالمين. بعدما سيطرنا على حاجز الكتيبه واخذنا منها العتاد السقفي حولنا هذا العتاد الى هذه السكنه العسكريه. والحمد لله رب العالمين تم بعون الله تعالى السيطرة عليها بالكامل واغتنام منها 3 دبابات 62 مع راجمة صواريخ مع قتل أكثر من 80 شبيح. استطعتوا بقتل ما يقارب 80 شبيح واغتنام 3 دبابات. نعم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. حررنا حاجة تل النبي من وألف نعم رب العالمين. اغتنمنا 3 دبابات اغتنمنا راجمي كتائب الشاركة هي كتائب فاروق القصير كتائب فاروق بابا عمر لواء فجر الإسلام وبنشكر كل كتائب شاركت معنا الحمد لله. تكبير الله أكبر. يلا تكبير يا الله. وتم تحرير حاجز المغفر أيضا. تكبير تكبير تكبير. جايينك يا بشار جايينك على أصر قائدنا للأبد سيدنا محمد. قائدنا للأبد سيدنا محمد. قائدنا للأبد سيدنا محمد. الله أكبر ولله الحمد. نحن الآن داخل حاجز مخفر التل. هذا الحاجز الذي كان نقطة حماية للتل تم تحريره على أيدي الثوار الأبطال. نحن نلاحظ حاجز مخفر التل كيف يحترق الآن بعد ضربات المجاهدين. قائد محمد حررتم بداية مخفر حاجز. نعم. مخفر التل ثم اتجهتم إلى التل. نعم. ما أهمية هذا الحاجز وكم كان من جنود الأسد داخل هذا الحاجز؟ هذا الحاجز كان في هذا الحاجز فيه ما يقارب 30 شبيه. وهذا الحاجز اهميته انه بيحمي حاجز التل. كان نقطة حماية. نعم نعم نعم. اذا هاجمتوه بداية. نعم. الحمد لله رب العالمين. وهذه البيوت استولينا عليها كلها والان بايدينا. هذه بيوت الشبيحة بالكامل. اذا استطعتوا تحرير المنطقة بالكامل. نعم. هون الشباب هلا موجودين متواجدين شبابنا. نعم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. طيب هل ستكملون؟ نعم نعم. عمليات اخرى؟ باذن الله سوف نحرر المطار ونتجه باتجاه حمص باذن الله تعالى. ان شاء الله. اذا عمليه فك الحصار عن حمص ما تزال. نعم السمر. نعم. هذا العمل كله مشان نفك الحصار عن حمص باذن الله. الحمد لله رب العالمين. الف مبروك يا ابو. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. تكبير الله اكبر. اجل العلم شقه. شو اللي عمل ايه؟ شو اللي شو اللي يا برهف؟ ليك ليك وينك؟ في مخازن فوق بالارض انكتوا. شقه. يا الآن يتم إنزال علم النظام من حاجز التل المحرر. هذه هذه أعلام النظام. هذا هو مصير حواجز النظام. تم الآن إنزال علم النظام من هذا الحاجز ولله الحمد. نحن الآن داخل حاجز التل المحرم وعبارة عن سكنة عسكرية حقيقية كانت تحوي عدد كبير من الدبابات وعشرات من جنود وشبيحة الأسد. تأتي أهمية تحرير هذا الحاجز من أنه نقطة استراتيجية مهمة حيث أنه يكشف القرى التي يسيطر عليها الثوار ويكشف القرى الموالية لنظام بشار الأسد سواء كانت القرى قرى الناعم ودبين
والقربية أو حتى القرى التي سيطر عليها حزب الله لبناني، قرى زيتة والعقربية وحاويك وغيرها من القرى. نحن الآن نشرف بشكل مباشر على هذه القرى، وبالتالي أصبحت القرى التي سيطر عليها حزب الله لبناني تحت برمى المجاهدين.